وكانت مناسبة باش يعطي التوجيهات السامية ديالو باش اللي يمشيو يدافعوا على القضية الوطنية ولا تكون عندهم كفاءة ويكون عندهم إلمام بالقضية الوطنية باش يدافعوا عليها أحسن. الحديث عن الكفاءة والإلمام وكذا كان كذلك سؤال تخليق حياته برلمانية كانت جهودات ولكن للأسف كنشوفوا عدد من البرلمانيين كاين 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 صادق البرلمان في آخر الدورة ديالو على هذه اللجنة والحمد لله راه الأمور غادي تترجم إلى اللجنة اللي غادي تتبع هذا الشيء كله إن شاء الله ابتداء من بداية هذه الدورة.